كان خدام تيصور وتيجيب ليا، كان خدام مع واحد الصالون فاضل تيجيب ليا ب10,000 8,000. نهار ولدي تعطى لهاد المخدرات ما خلينا، كي درنا معنا وبا قلنا لي بهذا لهاد الشيء. ويه ويه كنت نقول الناس اللي يقدروا يتعاونوا معاك. وي تعاون الله موجه الله يجزيهم بخير، حنا كارين وي تنتمنى ليه الموت، تنقول يا ربي راه انت عطيتي ليا بالحوايج انا عطيت لك حوايجو. إلا تنشوف ربي تنصفني ما ديال ليا ما ديال راسو، أنا ما ديال ليا ما ديال أنا وليت تندير لها لا تنعطي لها خوك لا كنصبعي بيه خوش لي يقول لك أمي عطيني باش نكبي نعطي 5 درهم نعطيه الولد ولات الماكلة بزاف تياكل بزاف. خويا بدر عندي له مشكلة دي عام ولا عام ونص الولد ما بقاش هو هذاك تيخر تينسى، تعطيه شي حاجة تتقولي جيب هادي جيب هادي. دخلت المرشيش وخرجوا لي شي دواء وتبعتو لي ودرت لي سكانير الاول، وهذا السكانير هربت منه ديك النوبه لان ما عنديش طاقتي باش ندير هذا السكانير. دابا الولد دابا ولا تيبان عليه اعراض بزاف، ولا تينسى، ولا تيمشي شي بلاصه عارف راسو فين كاين، ما تمشيش لهنا ما تمشيش، ولا تيدير ليا كاكا بزاف حوايجو. انا ما بقاش عندي القدره باش نقابلو، ما بقاش عندي القدره باش نهزو، ولا تيلعس وتيطلق هكاكا. خصني نخرج نخدم، خصني نقابلو ولا نخرج نخدم انا، ولا تنخلي الختو عندها بنت 2008. دابا ختو هي تتقرا والولد ولا غادي تدور حالتو، والولد مبقاش يقدر تيمشي، الا مشى كثر المشيه تيعواج. انت بدا هادشي تقريبا شي عام، ولا كثر المشيه ما كانش هكا، كان طبيعي. كان طبيعي ابز اختك ولد توريك تصاور بلا راويه تصاوروا، كان ولد زين، كان ولد هو منو، كان تتعطى الفاليد، كان تتعطى القرخوبي، تتعطى ملي كان خدام في الصالون في الفضل. الولد غادي وتطا هو حالتو، انا الولد اللي بيتو يعاوني في هاد السن عندي 54 سنة وليت انا تنعاونو. دابا انا الكرام جبوه عليا وضو جبوه عليا ملطا ما دادني في الطرد وما باقي تيبان ليا واش نقابلو هو ولا نخرج نخدم. الولد هو مريض، الولد هو مريض، الولد هو مريض ما باقيش يقولتليش. داك نعيطو داك الناشي ناسي نعاونو باش نعاون نجيب لهم يما ياكلو. جيت قلت قولي من السر وتاع الدار قال لك ما كايناش، خليت البال وطلق عجاك بكاكا حوايجو. داك النهار كان بيشعل فيا العافية، جات بنتي قالت لي امي راه خويا كان بيشعل فيا العافية. داك النهار قلب عليه مشايم خاصو يخرج هو للزنقة وصافي. واش ولا عنده مرض النسيان؟ ملي مشيت انا للسبيطار قال لي لا لا هذا الولد عنده مرض في راسو، ما متيكتيش حنا من هذا المرض عنده. قال لي خصك تجيبي لنا هذا اللي قالوا لي دابا. ملي قلت لهم شحال دار قال لي 100 تقريبا 100,000 ولا 90 ولا ما عرفتش شحال، قلت لهم قال لك الا بغيتي تسني واحد 4 شهور ولا 5 شهور باش عاد توصلك النوبه يا الرميزه هو عنده. ما عنديش ما عنديش الرميزه هو عطيتو لكم ها هو. ما عنديش ما عنديش بكيت، اضطريت بغيت نضرب ولدي اللي حرف الشانطي، تبعتو ولدي للشانطي. الناس عندي الشهود عندي الكارديان تبعتو للشانطي تنقول ليه موت. واش انا عباد الله ما لقيت مالو كلكم، بقى ليا 70 ولا 80 وكل لقيت 80 ولا 70 خلص بها الكرا. مولطر ما دني بطرت ما غزت الا خرجت بنتي غادي تكرت في الزنقة. ولدي ما كانش هكا، ولدي كان زوين، ولدي كلشي، ولدي كان مزيان، كان خدام في واحد كان خدام في هاديك كاينه جيت الناخيل. بلا ما تذكري لي الاسماء. كان خدام تيصور وتيجيب ليا، كان خدام مع واحد الصالون فاضل تيجيب ليا ب10,000 8,000. نهار ولدي تعطى لهاد المخدرات ما خلينا، كي درنا معنا وبا قلنا لي بهذا لهذا الشيء. كان السبب نتاع مرضه هو المخدرات. المخدرات ديك اللي كسرا خويا اللي كان تياكل. دابا الولد دابا الا مشى يكثر المشية تاعو واش عاد النوبة طاحشو في وجهو غادي يوريك واحد صعب وجهه ولا فيك حلاصه. ولا الطبيبة الباحث ديال المرشيش قالت لي مالك بدر، قالت لي مالك في وجهك، قال لي طحت. قالت لي كيفاش طحتي؟ قالت لي قالت لي واش تدير؟ قال لها تركبي. قالت لي اش تركبي؟ قال لها شيش. قالت لي واش تطبخر؟ قال لها لا تطلب الناس تنقول نسعى
تصورت يخرج من 8 الصباح حتى يجي حتى 11 الليل وحدة الليل. الولد اش تياكل بالزنقه، تيجي تاكل بنتي الناس وبيت والو ناكل ويجيب الفلوس في يدي. نقول له منين جاك؟ تقول لك امي تنطلب باش يجي باش يكمل الحشيش. الباع اخويا منين مشيت للسبيطار قالوا لي، قال لي هذا الولد شاكين فيه ان عنده شي حاجه في مخو، ودابا ضروري ملاد، ودابا تنطلب المحسنين اللي في قلبهم الشفقه والرحمه يشوفوا لي في ولدي. انا ما بغيت والو من الدنيا، لا واخا الكراتي تسالني، واخا صوتي تسالني، واخا بنتي ما عندهاش باش الكتبه ما يهمني، داكشي كله واخا العرض خرج للزنقه. شحال عندك من بنت؟ عندي بنت 2008 والحال مازال يجب ذلك، وعندي هذا الولد 93 شهر 7، عندي جوج وليدات قرني الزمان. دابا الا قابلته هو ما غاديش نخرج نخدماني، ولات قابلاه والخدمه تندير نخدم اخويا في المسمل، تنخرج من 5:30 الصباح مثلا جيت 10 ونص الليل، خدام اخويا في الساعه تاع خدمتي. دابا في الرطب باش نقابل ولدي تنخدم 15 114 100 درهم تنجيب يلا تتقدي في ولادي تا اللي كرام بقيت بقيت نخلصو. دابا ولدي مقابله، ولدي لا كتسلم شويه تاع عواج خدمتي، سلمت فيها سلمت ولدي سلمت خدمتي باش نقابل ولدي. دابا ملي جيت عندهم فاجئوني بهذا القرار اللي خرجوا لي، قال لي هذا ضروري ما تجيبيه وما تجي لا ما تجي معاه، اش بغيتي نجيبو منين؟ مشيتي شي جمعيه بلا ما تذكر انا سميتها؟ مشيتي شي جمعيه؟ ما مشيتش شي جمعيه، قالوا لي بلا ما تعذبي الجمعيه اللي دخلتي لها ضروري ما تخلصي النص منها. انا كل عندي النص باش نخلص وكاع ما نحتاج، انايا ما نحتاجش ما عنديش. هذيك خويت قبل هذه الجمعيه قالت لي اختي جيبي النص واجي الصباح نقفوا معاك الديره، منين بغيت نجيب انا 35000 ريال؟ انا بنتي دابا داخله للمدرسه ما عندهاش فلوس الكتب، مرضه مدتني بالطرد 3 شهور تساليت الكرا، ما عنديش عباد الله ما عنديش الجيران الكل ما تيجيو. انا تنتكربص. شنو بصراحه شنو تيقول لك بعضا فاش كنت تهضر معاك؟ واش بغا انا هضرت الطبيبه هي تكون تسمع لي دابا تقول لي واش ولدك ولا ما تفهموش؟ الا ما كنتي حدا ما كنتش تفهمو. هضرت تقال الانسان ودي عام ولا عامين تقالت لي الانسان وهضرت ما تفهمهاش، الا ما كنتي عرفتي هضرت ما تفهمهاش. هذا ولد اخويا مكرفص وليت نتمنى ليه الموت، تنقول يا ربي راه انت عطيتي ليا بالحوايج انا عطيت لك الحوايج، الا تنشوف مكرفص الدنيا ما داير ليا ما داير راسو، انا ما داير ليا ما داير، انا وليت ندير لا تنعطي لا خصك هكا الصباح يبيع خصك يقول لك امي عطي لي باش نكبي، نعطي 5 دراهم نعطي الولد ولات الماكله بزاف تياكل بزاف تياكل يندغي 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 وما يشبعش، بغيت نجيب ليه ياكل. انا بغيت شي محسن ولا محسنه تكلف ليا وتشوف ليا بعين الرحمه. انا 54 سنه اللي عندي بنت 68 شهر 3 ونهار 3، راه 58 سنه باقي تقضت على تمر الزناقي ما باقي قضت على والو. عييت ايوا حسبت عشر بهاد الشيء جبل طاح لي ايوا دويت تقديمات. كيفاش كنت بادر في الاول؟ واه بحال الشمس بحال الشمس شفت الوضع حيدن حيدن كنت زوين 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 خايب. شنو هو السبب بادر؟ شنو هو السبب؟ وحده وحده ايوا سيري بقيت ديال امك الله فوقنا تلاقاو بجوج ديال امك. واش بغيتي تبرا بادر؟ ويه ويه بنبرا. شنو تبغي تقول الناس اللي يقدروا يتعاونوا معاك؟ ويتعاونوا معايا الله يحموه الله يجزيهم بخير، حنا كارين طن فلوس الله يكبر بكم. ايوا طوم الله يحموه. وعرفت المغاربه ما تيبخلوش على الناس الضعفاء كيف حالي، تنطلبكم وترغبكم الا عندكم شي حنا حنو فيا وحنو ليا في ولدي. راه ولدي راه مريض، راني بيتلاح الشارع انا وهاد الولد اللي مريض، هاد الولد راه مريض اخوتي راه مريض. تابعني لك راه بغيت نخرج انا وهاد الولد اللي مريض، بغيت نخرج للزنقه ملطه كل ساعه مددني بالطرد، ولد ملطه مددني بالطرد، ولدي خاصو هاد الساعه ديما السكاري ولا سميتو ب70000 ريال ولا معرفتش ب80000 ريال، وملطه مددني معرفت فين بغيت نمشي بجوج ولاد، وربي شاهد عليا باقي قلت ما ناكلهم. انا بغيت شي مصيل في قلبو الرشقة والرحمة يشوف فيا ويشوف وجه ولادي. انا بديت بالطرد وبديت بالخروج للزنقة، ولدي هو مريض ما سكرت لولدي ما سكرت لراسي ما سكرت لراسي ما سكرت لولدي. انا جيت براسي خاصة الزنقة بين تلع الزنقة تنطلب قلوب الرحمة اللي في قلبهم الشفقة يشوفوا فيا.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.